إذن مشاهدينا الأحباء، أرحب بضيفي أحمد، الأستاذ أحمد عزام، محلل أسواق مالية في مجموعة إيكوتي من عمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية أبدأ معك من ترقب المتداولين لتقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الذي قد يعطي المزيد من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي خفض الفائدة، فما هي توقعاتك بشكل عام أستاذ أحمد؟ تفضل. مساء الخير مصطفى، شكرا للاستضافة. نعم، قراءة التضخم بعد ربع ساعة، مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية متوقع أن يسفر على قراءة المؤشر الرئيسي، ثبات إلى مستويات 3.1% كما كانت القراءة في الشهر المنزل. عندما ننظر إلى المعطيات الحالية بين أرقام التضخم لم يصل إلى المستهدف 3.1% في القراءة الأخيرة. لو جاءت اليوم عند 3.1% أيضا كما هي متوقعة فستكون قراءة لا تزال بعيدة، فلذلك الفيدرالي الأمريكي أشار بأنه يحتاج إلى ثقة من ناحية. من ناحية أخرى أسواق العمل في الفترة الأخيرة لا تزال لحتى الآن تعتبر نوعا ما جيدة. عندما ننظر إلى إضافة الوظائف في القطاع الغير زراعي أعلى من 200,000، البطالة قد ارتفعت قليلا إلى مستويات 3.9%. عندما ننظر إلى بيانات الأجور لا تزال لحتى الآن مرتفعة 4.4% على أساس سنوي. جميع المعطيات المتواجدة من أسواق العمل قد تعطي بعض، هو الأفضل بين الاقتصادات 3.2% في الربع الأخير، يعطي القراءة أو تعطي الإشارة بأن الأمريكي، وكما اعتدنا الفيدرال الأمريكي هو عبارة عن ردة فعل على البيانات الاقتصادية، فلذلك الفيدرال الأمريكي يحتاج بيانات اقتصادية تدعم فكرة تخفيض أسعار الفائدة. لحتى الآن غير موجودة هاي البيانات بشكل كامل، ما يحتاج الفيدرال الأمريكي. نعم التفاؤل متواجد في الأسواق بأن موجة التضخم قد انتهت قد زالت، لكن أي شيء وارد بالنسبة للبيانات الاقتصادية وعدم الثقة في الفيدرال الأمريكي قد تكون مبررة بأن هناك إمكانية لاشتعال التضخم في أي وقت، مما يجعل البيانات الاقتصادية في الفترة القادمة خاصة باجتماع شهر 3 واللي كان بتوقع فيه المستثمرين بدء عمليات تخفيض أسعار الفائدة، وعلى ما أعتقد شهر 3 لن يكون هناك تخفيض أسعار فائدة حتى لو كان في عندنا أرقام وتباطؤ بالنسبة للتضخم بشكل كبير جدا. نعم، لو نأتي على الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث وقع مشروع قانون للإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة، كيف تقيم واقع الاقتصاد الأمريكي اليوم أستاذ أحمد؟ تفضل. نعم مصطفى، عندما الفترة الأخيرة هو السيناريو المعتاد، توقيع رقم ناقوس خطر في الاقتصاد في المديونية مرتفعة جدا، خاصة عندما نقيس المديونية قياسها يكون مع الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الأخيرة قد تسجل بعض الانخفاضات بشكل تراكم ما بعد فترة بعد الوباء، لذلك هي إشارة قد تكون خطيرة بعد الشيء. زيادة حزم الإنفاق، زيادة الإنفاق في الاقتصاد قد يكون خطير بعض الشيء. هناك بعض التبريرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تطبع الدولار الأمريكي وتمرر المديونية في الدولار الأمريكي. نعم بكل تأكيد، لكن حجم المديونية لا يزال حتى لو كان رقميا يعتبر كبير جدا لاقتصاد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ننظر إلى المجمل بالنسبة لحالة الاقتصاد ومقارنته بالاقتصادات الأخرى، لا يزال الاقتصاد نوعا ما متعافي في الفترة الأخيرة، في خضم أرقام التضخم المرتفعة، في خضم أسعار الفوائد المرتفعة، فلذلك أسعار أو النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر جيد مقارنة في الاقتصادات الأخرى. 3.2% في قراءة الربع الأخير تعتبر جيدة جدا، وهناك بعض التفاؤل بأنه قد يكون هناك إمكانية للهبوط الناعم أو السوفت لاند بالنسبة للاقتصاد أن يصل أرقام التضخم إلى المستهدف الفيدرالي الأمريكي مع النمو الاقتصادي اللي يعتبر جيد جدا وهو إيجابي، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتفادى مرحلة الركود إذا لم يحصل معطيات أخرى جديدة خارج المعطيات الاقتصادية الأخيرة. نعم، لو نأتي من الناحية الاقتصادية أستاذ أحمد، اقتصاديون يرون أن اقتصاد منطقة اليورو يفقد الزخم وسط ضعف إنفاق النمو، فهل تعتقد أن تأخر خفض الفائدة سيدعم من طموحات الطاقة والأمن في أوروبا، أم أن المخاطر الجيوسياسية هي الأهم اليوم؟ تفضل أستاذ أحمد.
نعم مصطفى، هي عبارة عن معطيات متواجدة جميعاً مرتبطة كل الارتباط الوثيق في الاقتصاد الأوروبي. عندما ننظر إلى التأخير في عمليات تخفيض أسعار الفائدة، أوروبا كانت مرغمة إلى عدم تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الماضية، خاصة مع أرقام التضخم المرتفعة، لكن في الوقت الحالي وصلنا إلى مستهدفات أو إلى مستويات 6% بالنسبة للتضخم في اقتصاد وفي منطقة أوروبا، حتى أن إيطاليا إحدى الدول 0.75% بالنسبة للتضخم، أقل من 1%. هناك إشارات تفاؤل بالنسبة لأوروبا بأنه قد تجاوزوا مرحلة التضخم في الفترة الماضية، خاصة كما ذكرت هنا مصطفى بأن أرقام الطاقة وأسعار الطاقة قد تكون هي، والتوترات الجيوسياسية قد كانت متوقعة أن تكون هي مؤثر بشكل كبير على أرقام التضخم، خاصة في أوروبا لأنها هي متأثر بشكل كبير جراء التوترات الجيوسياسية في الفترة الماضية. عندما ننظر إلى الأرقام الأخيرة، فالأرقام الطاقة وأسعار الطاقة لم تسجل ارتفاعات، فبالتالي كان هناك سيطرة بالنسبة لأرقام التضخم، بالتالي أرقام أو انعكاسها على أرقام النمو الاقتصادي كان مؤثر بشكل أساسي بالنسبة للنمو الاقتصادي في أوروبا. المعطيات الأخيرة بالنسبة للنمو الاقتصادي 0%، القراءة الأخيرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، مما أعطى إشارات بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يكون وارد مع بداية الصيف، بداية شهر 6 في اجتماع بنك أوروبا لمحاولة درء المخاطر على النمو الاقتصادي، درء المخاطر عن دخول مرحلة الركود في الاتحاد الأوروبي. فبالتالي المعطيات المتواجدة حاليا هي عبارة عن التوازن بين النمو الاقتصادي وما يسموه الأرقام التضخم أو التأثيرات على الضغوط التضخمية في الفترة الماضية في الاتحاد الأوروبي، وهنا ما أقصده طبعا أرقام الطاقة مصطفى. أستاذ أحمد، ماذا عن الاقتصاد الآسيوي وأبرزه الصين الذي نمت صادراته بشكل أسرع بالكثير من المتوقع في أول شهرين من العام؟ فهل يعد هذه إشارة إيجابية مبكرة على تعافي الطلب؟ تفضل أستاذ أحمد. نعم مصطفى، هي واحدة من الإشارات التي تعتبر جيدة بكل تأكيد، هي ليست إشارة على تعافي بشكل كامل، لكن هي تعتبر إشارة جيدة، خاصة بأن أصلا الاقتصاد الصيني قد أظهر قراءة خرجت من الانكماش في الفترة الماضية بالنسبة لقراءة التضخم، فبالتالي هناك بعض القراءات بالنسبة للاقتصاد الصيني تعتبر جيدة، لكن مؤشر المنتجين هو أحد المؤشرات المهمة جدا في اقتصاد الصين، لا يزال سلبي، لا يزال في مرحلة الانكماش من ناحية. من ناحية أخرى، النمو الاقتصادي والتوقعات بالنسبة للحكومة الصينية توقعات تعتبر خجولة بعض الشيء، مشابهة لعام 2023، متوقع أن يكون هناك نمو بنسبة 5% في فترة عام 2024، بالتالي هناك توازن بين عام 2023-2024، بالرغم من أن هناك عديد المشاكل المؤثرة على الاقتصاد الصيني في الفترة الماضية. عندما ننظر إلى أزمة العقارات، بكل تأكيد أزمة العقارات هي أزمة فاعلة، أزمة مؤثرة على الاقتصاد الصيني، خاصة بأن العقارات تشارك ما يقارب 20% من النمو الاقتصادي أو من الناتج المحلي الإجمالي للصين، فبالتالي أزمة تعتبر كبيرة جدا ومؤثرة. معدلات البطالة لدى الشباب في الصين تعتبر مرتفعة جدا، فبالتالي الأرقام المتواجدة بالنسبة للاقتصاد الصيني ليست جميعها تعتبر إيجابية، لا بالعكس، هي الأرقام الأغلبية أو الأرقام الغالبة هي تعتبر سلبية بالنسبة للاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة. فلذلك البحث عن الطلب وازدياده وارتفاعه أن يكون هو مؤثر جيد على النمو الاقتصادي بالنسبة للصين، وقد نشهد بالفترة القادمة تخفيضات لأسعار الفائدة بالنسبة لبنك الصين الشعبي لمحاولة لموازنة الأمور المالية في الاقتصاد الصيني. نعم، بالانتقال إلى أسواق الطاقة، أساند بتوقعات أن أوبك بلاس قد يمدد تخفيضات إمدادات النفط إلى نهاية عام 2024، ما تعليقك وكيف ترى مستقبل النفط؟ قد أتفق تماما مصطفى على إمكانية تمديد التخفيض الإنتاج الطوعي في الفترة القادمة حتى نهاية عام 2024. عندما جاء التخفيض الطوعي هو جاء لمحاولة إيجاد الاستقرار السعري، الاستقرار السعري متواجد حاليا في البيئة النفطية، لكن هناك بعض المخاوف من الطلب العالمي. الطلب العالمي هنا نربطه بالسؤال السابق بالصين، الصين هو أكبر مستوردين النفط الخام بالنسبة في العالم، فبالتالي الأرقام السلبية بالنسبة للصين هي دافع أساسي بأن يكون هناك
طلب عالمي منخفض بالنسبة للنفط، فبالتالي قد نحتاج قراءات قادمة بالنسبة للصين أن تكون إيجابية لكي تنعكس إيجابا على الصين في الفترة القادمة. بالنسبة للتقديرات والتوقعات لاستمرارية عملية تخفيض الإنتاج، نعم أميل لذلك لمحاولة دفع أسعار النفط. كنا قد لاحظنا السلوك السعري بالنسبة للنفط خام غرب تكساس تحديدا في الفترة الماضية من شهر تقريبا 12 عام 2023 إلى الوقت الحالي، تداولات عرضية بين ما يقارب $66 إلى $94، فبالتالي هناك تداولات عرضية. قد يكون هو مستهدف أوبيك بلس أن يكون هناك استقرار سعري، لكن هناك هدف آخر هو إيجاد خلينا نحكي دعم سعري للنفط قرابة مستويات $80، أن تكون هناك الأسعار أعلى مستويات $80 وأن يكون هناك استقرار سعري أعلى من مستويات $80. هذا يحتاج ارتفاعات للطلب، عودة النمو الاقتصادي. هنا الارتباط ما أود ذكره مصطفى، الارتباطات الاقتصادية سويا. عندما نحتاج ارتفاعات لأسعار النفط قد نحتاج وجود نفط قوي جدا أو نمو قوي جدا عفوا. عندما يكون نمو قوي معنى ذلك أن هناك انفاق، هناك استثمارات مما قد يدعم أسعار النفط في الفترة القادمة. بالتالي لمستقبل النفط قد أجد أن إمكانية إيجادات سعرية إيجابية بالنسبة للنفط قد يكون وارد. قد نلامس في عام 2024 مستويات $85 لخام غرب تكساس في الفترة القادمة على المدى المتوسط هنا مصطفى. نعم أستاذ أحمد، أنتقل إلى أزمة الشحن البحري، حيث أكدت مصادر أن تحويل شركة الشحن إلى رأس الرجاء الصالح يزيد من تكلفة رحلة الشحن إلى حيث وصلت إلى $1 مليون. فما هو رأيك بشكل عام؟ تفضل. نعم مصطفى، إيجادات ممرات أخرى قد يكون مكلف ليس فقط ماليا بل زمنيا بكل تأكيد. عندما ننظر إلى المسافة المقطوعة من البحر الأحمر في رأس الرجاء الصالح قد تكون فترة زمنية أطول من ناحية أخرى. تكاليف التأمين بالنسبة للبحري تحتاج إلى أرقام أعلى، فبالتالي إيجادات الأرقام أو ارتفاعات التكاليف قد يكون وارد في الفترة القادمة مما قد يلامس ارتفاعات أرقام التضخم. هو ما أود ذكره هنا وألمح له مصطفى أنه ارتفاعات تكاليف الشحن قد يلامس عديد الدول العربية من بالمقدمة والدول العالمية بكل تأكيد. التضخم قد يسجل ارتفاعات في الفترة القادمة لأنه بكل تأكيد هناك ارتفاعات على أسعار الكلف مما قد يعني إمكانية ارتفاعات للأسعار بشكل عام. هنا ما أود ذكره أن موجة التضخم العالمية عندما ننظر لها تاريخيا لم تنتهي من موجة واحدة. كنا قد رأينا الموجة الأولى في عام 2021-2022، لكن الهبوطات والانخفاضات كانت مستمرة في الفترة الماضية، لم نشهد عودة موجة التضخم في الفترة الماضية. هذا ما قد نلمح له بأن التاريخ قد يعيد نفسه في الفترة الماضية. قد تكون البحر الأحمر هي الرصاصة الأولى بالنسبة لعودة موجة التضخم في الفترة القادمة. نعم الفترة الزمنية لحتى الآن الحالية مستمرة لفترة زمنية قد تكون تعتبر طويلة، لكن قد نحتاج بعض الوقت الأكثر لملامسة الارتفاعات السعرية. فلذلك المخاوف هنا من عودة ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة حول الاقتصادات العالمية. أستاذ أحمد، أختتم معك مع أسواق العملات الرقمية. البيتكوين تعزز مكاسبها فوق $72,000 بدعم من قرارات بريطانية، فهل ستستمر العملات المشفرة بالانتعاش بشكل عام؟ تفضل أستاذ أحمد. نعم مصطفى، يمكن بالفترة الأخيرة لاحظنا الأخبار الإيجابية المتتالية بالنسبة للعملات الرقمية. كما ذكرت الخبر من بريطانيا وقبله كانت من الولايات المتحدة الأمريكية وموافقة هيئة البورصات، فبالتالي هناك العديد من الأخبار الإيجابية في مجتمع العملات الرقمية من ناحية. من ناحية أخرى البيتكوين هالفينج أو تنصيف مكافأة المعدنين هو ما تنتظره الأسواق في الفترة القادمة. تنصيف مكافأة المعدنين في شهر 4 هو المتوقع، التاريخ المتوقع، قد يعني بأن إمكانية المعروض بالنسبة للبيتكوين في الفترة القادمة قد يقل. تكلفة تعدين البيتكوين ستسجل ارتفاعات في الفترة القادمة مما قد يعطي إشارات بأن إمكانية الطلب العالمي على العملات الرقمية قد يسجل ارتفاعات، خاصة مع استقرار الأسعار قرابة مستويات أو أعلى مستويات $60,000 بالنسبة للبيتكوين. عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية
خارج العملات الرقمية، المعطيات الاقتصادية والتفاؤل بتخفيض أسعار الفائدة يعطي إمكانية ارتفاعات أصول المخاطرة، الانتقال بالاستثمارات من أصول الأمان كالسندات مع عوائد أقل إلى أصول المخاطرة على رأسها العملات الرقمية من ناحية، ومن ناحية أخرى الأسهم. فبالتالي المعطيات الاقتصادية المتواجدة قد تكون مهيئة بالنسبة للعملات الرقمية لتسجيل ارتفاعات، وكذلك الأخبار القادمة من مجتمع العملات الرقمية اللي حتى الآن تعتبر أخبار إيجابية، فاجتماعهم سويا قد يعطي موجة جديدة بالنسبة للعملات الرقمية لتسجيل ارتفاعات. أود الذكر هنا مصطفى بأن مستهدفات 100,000 بالنسبة للبيتكوين كانت قد تكون ضرب من الخيال في العام الماضي، لكن حاليا عندما ننظر له نحن قرابة ما يقارب 30% إلى تلك المستويات، فبالتالي مستويات 100,000 قد تكون واردة كنسبة مئوية مصطفى. أستاذ أحمد عزام محلل أسواق المالية في مجموعة إيكوتي من عمان، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، شكرا جزيلا.